بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عام وحضراتكم بخير، وشهر رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى الجميع. تعودنا لما يكون في حاجة مهمة في حياتنا بنحاول نحفظها بكل طاقتنا، بنحاول نأمنها بكل الطرق الممكنة. ومن الحاجات المهمة في حياتنا الوقت، وأهم وقت في حياتنا هو شهر كريم عظيم، هو شهر رمضان المبارك ببركاته ونفحاته واللحظات الهامة والمصيرية اللي في شهر رمضان المبارك، وخاصة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك اللي فيهم ليلة خير من ألف شهر التي هي ليلة القدر. شهر رمضان المبارك وقت عظيم، وقت مليان ثواب وأعمال صالحة يمكن أن نحصل من خلالها على الأجر. إزاي بقى أغتنم وقتي ده؟ إزاي أستثمره في الطاعات؟ إزاي مضيعوش في أمور ممكن تشغلني عن رب العزة سبحانه وتعالى؟ في أعمال كتيرة مهمة، أهمها إن أنا أؤدي الفرائض اللي رب العزة سبحانه وتعالى طلبها مني، إن أنا أؤدي الفرائض اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرني بأدائها. يعني ألتزم بصلاتي في وقتها، ألتزم بالصيام وآدابه، أبعد عن كل شيء ممكن يؤثر على صحة صيامي. يعني أبتعد عن مثلا الغيبة والنميمة، أبتعد عن إيذاء الآخرين، أبتعد عن أي شيء يمكن أن يقلل في ثوابي وأجري في شهر رمضان المبارك. بعد لما أنتقل إلى العبادات أو الطاعات اللي فيها تطوع، زي مثلا إن أنا أصلي السنن الراتبة، مثلا إن أنا أصلي نوافل كتير، إن أنا أقيم الليل، إن أنا أقرأ القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك قدر الاستطاعة. فشهر رمضان شهر القرآن، هو شهر نزل فيه القرآن. يعني ما ينفعش أضيع رمضان علي، وما ينفعش أغتنم لحظاته الثمينة وجواهره العظيمة بإن أنا ما أقرأش فيه قرآن. شهر رمضان ممكن نعمل فيه أعمال صالحة كتير، إن أنا أصل الرحم، إن أنا أتصدق على المساكين والفقراء. ويا سلام بقى لو كان اللي أنا بصله ده أو رحمي اللي أنا أصله ده مثلا لو فقير أو مسكين أو محتاج وتصدقت عليه، فأنا هنا أخدت أجرين، أجر الصدقة وأجر الصلة. في أعمال كتير لو قصدت أن أنا أعملها هاخد ثواب عظيم. لو أنا قصدت أن أنا ما ضيعش وقتي في حاجات ملهاش لازمة، يعني في حاجات كتير ممكن تتكرر في رمضان وفي غير رمضان. كتير أوقات بنضيع وقت قدام التلفزيون، كتير أوقات بنضيع وقت في حاجات ملهاش أي هدف ولا لازمة، كتير أوقات بنمسك الموبايل ونضيع ساعات طويلة جدا من غير أي منفعة. نحاول نغتنم لحظات عمرنا، علشان العمر من الحاجات اللي الإنسان هيسأل عليها يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى يعيننا ويعينكم على اغتنام أوقات حياتنا في الطاعات وفي كل شيء يرضي الله عز وجل، ولا نفرط في أي لحظة في عمرنا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأعاننا وإياكم على طاعته.